بيكم مع هيثم من جديد. النهاردة هنتكلم على شوية معلومات مهمة برضو. النهاردة البعض بيسأل ايه الفرق ما بين شركة الشحن اللي هي الفريت فورودينج وما بين التوكيل الملاحي اللي هو الشيبينج لاين او الخطوط الملاحية. النهاردة هنتكلم عن الخطوط الملاحية وايه هي الخطوط الملاحية وايه هي الشيبينج لاينز. الشيبينج لاين او الخط الملاحي او التوكيل الملاحي هو شركة مالتي ناشونال، شركة عالمية كبيرة. هذه الشركة العالمية هي من تملك الحاويات وتملك السفن التي عليها الايه الحاويات. بمعنى ادق نضرب مثال صغير قوي، احنا عندنا مثلا اكبر شركة ملاحة او اكبر شيبينج لاين او خط ملاحي على مستوى العالم اللي هو خط الميرسك. خط الميرسك ده مشهور قوي، نشوف الحاويات بتاعته على الطريق اللي هو النجمة الخماسية وجنبيه كلمة ميرسك كبيرة كده، والحاويات اللي هي لونها رمادي غالبا. الميرسك يعني بيملك اسطول كبير من الحاويات واسطول كبير من السفن، حتى قيل ان هو كان عنده اكبر سفينة حاويات. كلام ده كان اخر احصائية من كام سنة، اكبر سفينة حاويات في العالم كانت تملكها شركة ميرسك او خط الملاحي ميرسك، وكان هذه القدرة الاستيعابية للمركب انها تحمل ما يزيد عن 16000 تي اي يو، او بمعنى 16000 حاوية 20 قدم تقريبا. طبعا مساحة هيوج كبيرة جدا. الميرسك او ما شبهه من الخطوط الملاحية ده بيبقى بيختار ديستنيشنز او مواني معينة بيخدم هذه المواني. ده رقم واحد، اكبر نقول ميرسك اكبر خط على مستوى العالم. نقول بعديه بس بعدم الترتيب ممكن خط الام اس سي اللي حاويات الصفراء ومكتوب ام اس سي باللون الاسود. عندنا خط الايفر جرين الحاويات الخضراء ومكتوب ايفر جرين بالابيض. عندنا خط اليانج مينج الحاويات البيضاء ومكتوب بالاحمر يانج مينج. قلنا عندنا خطوط برضو تانية مشهورة زي الاي بي ال، الاي بي ال هو الحاويات الزرقاء اللي مكتوب عليها اي بي ال. عندنا البي اي ال اللي مكتوب عليها بي اي ال. عندنا الدبل او سي ال. عندنا خطوط كتير قوي. كل هذه الخطوط الملاحية هي شركات عالمية، شركات عالمية بتختار ديستنيشنز معينة بتخدمها. لازم يكون لها وكيل او فرع في الميناء اللي هي هتفرغ فيه او بتحمل منه. ده الخطوط الملاحية. هل يجوز ان انا اتعامل مع الخطوط الملاحية مباشرة؟ ده على حسب سياسة الدولة. في بعض البلاد لا يجوز ان انت تتعامل مع الخط الملاحي مباشرة ولكن عن طريق وكيل شحن، زي مثلا الصين، زي اليابان، زي امريكا. ايضا في مميزات وفي بعض العيوب للتعامل مع الخطوط الملاحية مباشرة. بعض المميزات انت بتتعامل مع الخط مباشرة، بعض العيوب ان بيبقى الكاستمر سيرفيس الضغط عليهم كبير جدا، ما بتقدرش ان انت تقدر تتواصل مع الكاستمر سيرفيس بتاعة الخط الملاحي. الحلقة اللي جاية ان شاء الله هنتكلم عن شركات الشحن الفريت فوروردنج. اشوفكم في الحلقة اللي جاية. الى اللقاء، مع السلامة.